نصيحة النهاردة هي لما يكون عندنا صوص، ساعات الصوص بيبقى خفيف شوية، ملوش لون، ملوش لمعة، وبنبقى عايزين نديله شكل ولمعة حلو. فهنا عندنا صوص أبيض بالليمون، بس ملوش لون واضح قوي يعني. فإيه الحل؟ إن إحنا نخليه ياخد لون حلو وياخد لمعة. الحل هو إن إحنا نضيف له مكعبات زبدة، ومكعبات الزبدة تكون ساعة، علشان مش عايزينها تسيح بسرعة، إحنا عايزينها تعمل إيمولشن زي بالظبط ما بنعمل المايونيز، بنحط الزيت شوية شوية، ومش عايزينها تكون بتغلي جامد وهي على النار. فأول ما نحط الزبدة، والزبدة بنحطها شوية شوية، مش يعني مش كلها مرة واحدة، وبنفضل نهز الطاسة بتاعتنا أو الحلة اللي فيها الصوص أيا كانت لحد الزبدة ما تسيح. كل ما نحس إن هي ابتدت تبرد شوية بنرجعها شوية على النار تاني، ونرجع نبعدها، وهزود قطعة زبدة كمان أو قطعتين ثلاثة كمان، وأفضل برضو بنفس الحكاية. لما تبطل تغلي وأحس إن هي بردت، لأن الزبدة طبعا ساقعة، هنفضل نقلبها بالطريقة دي زي بالظبط المايونيز، لازم نفضل نقلب على طول. وفي نفس الوقت زي ما قلنا، مش لازم تبقى الزبدة أو السائل اللي هو الصوص بتاعنا في الطاسة بيغلي جامد، علشان يدينا نتيجة كويسة. زي ما احنا شايفين، الزبدة ادت شوية لون للصوص، وبتديله كمان لمعة. وزي ما قلنا، كل ما نحس ان هي الصوص برد شوية زيادة، الزبدة مش هتدوب بسهولة، نرجعه حاجة بسيطة على النار، ونرجع نشيله تاني من على النار ونكمل تقليب. كده الصوص بتاعنا اخد لون، ما بقاش شفاف، بقى له ثقل يعني في الشكل، وكمان ابتدى يلمع. استنى بس لما الزبدة تدوب خالص. اوكي، كده الزبدة كلها دابت، نحطه في صوصيارة للتقديم. وفي الصوصيارة هنقدر نشوف ان لونه ما بقاش شفاف، ولو عرفنا نجيب الوش بتاعه هنلاقيه اخد لمعة حلوة. وبكده يبقى الصوص بتاعنا ناجح اكتر، وان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم.